ينضم إلينا الآن ربيع شاهين الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ ربيع بعد التحية، يعني هل قرار مجلس الوزراء الجزائري سيلقى قبول للحراك، وخصوصا وأن هناك مطالب أصلا بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية؟ يعني الآن بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين، الآن الجزائر تمر بمرحلة صعبة. نتمنى أن يتم التجاوب مع هذا القرار من أجل إقراره وإعادة وبدء إجراء الانتخابات وإعادة أمن الاستقرار إلى الجزائر الشقيق. لن يجدي في استمرار حالة الشد والجذب واللغط والصراع هناك، ولكن نريد عودة مرحلة سريعة للجزائر، عودة الحياة لمنطقتها من أجل تشكيل حكومة التي تقود البلاد إلى المرحلة. نعم أستاذ ربيع. نعم أستاذ ربيع، طيب بعد قرار مجلس الوزراء الجزائري، ما التوقعات في المرحلة المقبلة؟ يعني بخلاف ما ذكرته حضرتك من إجراءات، أتحدث عن الحراك، أتحدث عن مظاهرات الطلاب التي تطالب أصلا بعدم إجراء انتخابات رئاسية، أتحدث أيضا عن لجنة الحوار والأحزاب السياسية التي يعني لم تصل اتفاق حتى الآن. يعني طبعا هو حالة الشد والجذب سوف تستمر كثير، يتم التوافق حول هذا القانون، ولكن نحن نتمنى من جانبنا أن الفرقاء على كلمة سواء يتم التوافق على هذا المشروع، وأن يعبر عن كافة القوى السياسية، وأن يعبر عن طلبات الشعب الجزائري في عودة الحياة والأمن والاستقرار. لن تجدي حالة الشد والجذب إذا استمرت كثيرا، لن تجدي إعمال أو إعلاء مصلحة فريق عن الآخر، ولكن الفرق رأي توافق كافة القوى السياسية الجزائرية على هذا المشروع من أجل ومن أجل عودة الحياة للجزائر، ومن أجل القضاء على أي منفذ من منافذ العنف وتوتير الأجواء. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع شاهين الصحفي المتخصص في الشؤون العربية.